سلامتكم. الله 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 دخلتنا جو والله ما ادري وين طلعت انت طلعتنا برا الحوش. انا دخلت عند الحاجه اللي تفضل وش بتسوي عقب برنامج الحاجه اللي تعملها تودني بكبر بطلع بعد برنامج لا ايش اللي بتسوي عقب البرنامج بمشي عقب قصدي كذا الله يسر امري و تميت 90 يوم والله شوف بعد احنا ان شاء الله اذا طلعنا بعد 90 يوم نطلع على وجه رمضان انا من الناس اللي عندنا رمضان امين الله بالغرب والله أكيد إني بصوم مع أهلي بإذن الله وبعدها أبسافر بعد يعني لأنه أنا أصل لي فترة طويلة ما سافرت أبسافر بغير جو بستانس بدأ يرجع ويكون إن شاء الله حققنا من هالبرنامج هذا الشيء المأمول لنا ونستمر هذا يعني هذا زرع ونحصد إن شاء الله بالأيام الجاية من زرع حصد عرفت وتستمر على نفس المسيرة لكنك خارج القرية هذه. بلبن. أنت قلتها بيطلع على أبواب رمضان. إن أراد الله كملت الدراسة الجامعية كنت إن شاء الله خريج بعد رمضان تخرج إن شاء الله من الجامعة إذا أراد الله. مع إن والله ما ظنيت إني أكمل في رمضان بعد جبت ترم زيادة لأن أهلي لهم حق. صحيح. لكن إلى الآن متردد ربما أروح أزاورهم وبعدين أرجع أنا أدرس بالرياض وأهلي بالمدينة المنورة الله يخليك له اللهم آمين وبإذن الله مثل ما قال فيصل نكون حققنا من هذا البرنامج الشيء المأمول الشيء اللي نرجو من الله سبحانه وتعالى بإذن الشهر إن شاء الله انا من ذا بروح للبي من اطلع يمكن الرياض من الرياض يمكن ان شاء الله ما ندري الايام شنو عليه عرفت ولا لا ويعني المزبله ان شاء الله ان كان تمينا 90 يوم نشوف ان شاء الله شيء زي بين وحده الحد سلطان والله ان شاء الله اذا كملنا 90 يوم اول شيء بسوي طال عمرك بطلع بشوف اهلي بعد ما اشوف اهلي بشوف ايش صار علي بجامعتي يعني انضبطت اموري كل شيء عاد نشوف ان شاء الله ونعيش بالحياه والله ما ادري وش نسوي ولكن نعيش بالحياه عندنا اهداف وعندنا هذا ولكن ما ودي اصرح انا هل ناوي تغير يعني المكان كيف حايل تجي هنا لا لا مستحيل كيف اغير مكان يعني تسكن في الرياض لا لا ما اسكن اهلي بحايل وانا بحايل وش كل حال جاتك وظيفه بالرياض جاك من حياتي بحايل نعم طيب جاك رزق بالرياض جاك وظيفه بالرياض والله شوف هو ايش يقول ديرت انت رزق به ولا ديرت انت ولد به صح ولا لا صح. ولكن ما ندري وش حصل ان جاء ان شاء الله وهذا والله يسر عادي ان جاء بالرياض ولا باي مكان الله يسر وكل يعني ترى كل يطرد رزقه ولكن بلحظاتها تعرف انت تكشف لك كل شيء صح صح الله يهدينا وياك السامية المسلمين شو تسوي اقول البرنامج فرش عدا زي الله تعال ونشيل الغلا برجع داوم يا دايما لكم وانت ترى حلو وانت ترى والله الصراحة عندي شيء ودي أول شيء ودي أشتغل في الرياض شاهد جاك زي اللهب ودي زي اللهب في حاجتي ودي أكمل الدراسة لأن باقي لي ترم أصغر نفس بلبل دعم فني حاسب ودي اخلص الترم واعود اسكن في الرياض ان شاء الله اكمل عاد بايش اسمه ذي بكريوسي صح فين تدرس بكريوسي هذا بنكرياس قصدك ايه اعتمادي ما ادري ما شاء الله لبيه انت تقول لبيه تمنى تقول انت انا ممكن اجل ترم ثاني لانه هذي لهم حق علي واروح من اكبر حقوق اهلك عليك انك تكمل دراستك ولا تاجل الله اكبر عليك عرفت كمل دراستك ولا تأجل لأنه أنت أجلت الهدف سامي اللي هو البرنامج هذا بعد البرنامج هذا اسمع نصيحة أخوك وأنا متأكد أنه أهلك يبون الشيء هذا أنك تطلع من هنا تكمل دراستك على طول وترم واحد فعلا ولو تروح تنزيل المواد عندنا تنزيل المواد عندنا مرتبط في يوم معين عرفت فإن فاتك هذا اليوم أنا ما راح فوت اليوم هذا لكن أخشى أنه يفوتني وأنا ما زلت بالبرنامج وأخشى أنه يفوتني كم التاريخ حقه؟ ما نزل لا أنا أقصد إذا ما فاتك اليوم إذا ما فاتني لا أنا بنزل أنا بالعكس بدي أتخرج الفصل هذا قبل فصل الصراحة أنا قبل أدخل البرنامج حذفت ترم وعدت أمي إني أكمل
الله الله وعدنا كلنا انك تكمل باذن الله. اني بكمل ترى والله لا ازعل عليك ما كملت. لا والله الدراسه يا شباب الدراسه ترى ما في شك والشهاده تبقى لك والمال ما يبقى. اي والله يعني في سبيل مثلا لو مثلا الله اعطاك خير وفلوس وكذا لكن بيوم وليله راحت فلوسك لا سمح الله. اي والله ترى ما عندك شهاده ترك ترجع انسان ما تقدر تسوي اي شيء. من اللي بيوظفك من لسانك؟ الشهاده سلاح سلاح رادع تغيبها عندك اذا انت محتاج الوظيفه اليوم. الشيء الثاني حتى باعمالك الخاصه والتجاريه تختلف كونك جامعي او كانك عن عن انسان يعني ما كانك جامعي. انا من الناس اللي درست 3 سنوات قانون وتعثرت بالدراسه الظروف كثيره صحيه يعني فوقفت عن الدراسه رغم اني شغوف بالقانون واحب القانون وكنت كانوا الدكاتره كلهم يحترموني ويقدروني لاني كنت معهم يعني زين واحترمهم وقدرهم فوقفت الى يومك هذا والى اللحظه هذه وانا انسان كل يوم انا مصحى اقول ابي اكمل ابي اكمل ودي اكمل ولكن خلينا نكون واقعيين الشيء اذا تباطيت عنه تباطى عنك. ايه هذه بالشف مره واحده اي نشي هي مثل اللياقه اذا تباطيت عنه اذا تركته تركك لكن انت بما انكم توكم لياقتكم عاليه وتو تدرسون لا توقفون دراستكم. انا اعرف ناس كثير مثلا ما هم محتاجين الشهاده لان يعني الله معطيهم وحريصين على الدراسه ودرسوا صح. ويخلصون بكالوريوس ياخذون ماجستير ياخذون دكتوراه ليش؟ يقول انا يا حبيبي هذه عندي مثلا ما شاء الله معطيني لك الشهاده نحتاج فاحنا لنا حق عليكم انه مثل ما وعدت. اي بس يا ابو عيد انا الحين طلعت من 9 شهور الله بيرزقني ان شاء الله كل واحد عارف انه ايش غير 90 يوم قصدك 9 شهور هذه 9 شهور هذا حبيبي دور عسكريه لا 90 يوم هذه فرد اساسي يعني خلي الدور العسكري افضل 9 شهور انت عارف ايش قصدي بس ايه خلص عقب 90 يوم يجيك رمضان يعني الواحد كيف اجمع بين دراسه بين المحتوى السناب يعني. بسيط جدا ترم واحد صح باقي ترم واحد خلصه انت ترم واحد باقي لك اول شيء اليوم 24 ساعة. هذه اللي ترمي يا ابو عيد من غير التطبيق. طيب ما في مشكلة سنة باقي لك. أول شيء ترمي. يعني سنة. الترم اليوم 24 ساعة. دي يطبق في الصيف. إيه اليوم 24 ساعة. إيه يطبق الصيف. دراستك ترى ما تاخذ منك 5 ساعات باليوم. يا خلينا نكون واقعيين. هل كل المشاهير على سبيل المثال ما يعملون موظفين لا يدرسون وتلقاهم بعضهم موظفين صح.